موهبة شابة جديدة، هكذا عنونت الصحف السعودية بعد تعاقد إدارة النصر مع اللاعب سلطان العنزي لاعب نادي قيسومة. ويبدو أن سياسة نادي النصر خلال الفترة الأخيرة متصبة على ضم مواهب شابة، وهو بالفعل ما تقوم به إدارة النادي مؤخرا بشكل واضح. صفقة العنزي لم تكن سهلة، فقد كان هناك صراعا قويا مع نادي الشباب الذي كان قريبا من اللاعب، ولكن مع هذه الصفقة ترغب جميع جماهير نادي النصر في معرفة التفاصيل الخاصة بلاعبها الجديد، من هو وما هو مركزه وما هي قيمة الصفقة، فتابعونا. قيمة الصفقة: كلفت صفقة سلطان العنزي خزينة نادي النصر مبلغ وقدره 500,000 ريال، وذلك حصة نادي قيسومة بجانب 200,000 ريال نصيب العنزي. مركز سلطان العنزي: سلطان العنزي يلعب في مركز صانع الألعاب، ويمتلك اللاعب موهبة كبيرة جدا، حيث يمتلك القدرة على اللعب بالقدم اليسرى، كما يتمتع ببنيان جسماني قوي. كيف بدأ تألق اللاعب؟ صاحب 19 عاما شارك خلال الموسم الحالي مع ناديه قيسومة، ويعد من الركائز الأساسية في الفريق، وذلك جعل المدير الفني للمنتخب السعودي للشباب يحرص على ضمه، وبالفعل شارك مع المنتخب في البطولة العربية التي أقيمت مؤخرا في مدينة الرياض والمنطقة الشرقية، ومؤخرا أيضا تم انضمامه للمشاركة مع منتخب المملكة للشباب استعدادا لخوض نهائيات كأس أسيا 2020 تحت 19 عام التي ستقام في أوزباكستان. وصف سلطان العنزي: تعددت أوصاف لاعب النصر الجديد ما بين موسيقار حفر الباطن، موهبة القيسومة الفزة، سلمان الفرج الجديد. بالتأكيد هذه مجرد معلومات مبدئية عن موهبة تعاقد معها النصر ضمن مواهب تعاقد معها مؤخرا، ولكن العين ستكون عليه بشكل كبير نظرا لحالة الجدل التي صاحبت هذه الصفقة. دايم يدينه يا النصر بيديك، وانت الغرا والفن والتكتيك، معروف جمهور الوفا معروف، يا العالم بعيوننا محناك، معك معك هنا هنا وهناك، حنا ترانا يا النصر وياك، دايم مكانك في صميم الجو، متعتنا بجمل لعب وهداف، غزو مكثف من وسط واطراف، جوزت بالابداع شعر وقاف، يا العالم فوزك كذا مألوف، شمس الشموس